بس باعتبارات نشرها الاتحاد المصري لكرة القدم منذ قليل على الموقع الخاص به وعن طريق الفيديو كمان، اعتبارات بتخص مواعيد المباريات يتم مراعاة الاعتبارات والإصرارات الآتية، يعني أكثر من اعتبار، حوالي 4 اعتبارات: اعتبارات الفار، واعتبارات أمنية وملاعب، واعتبارات الأجندة الدولية. هي كلها مرتبطة بالفار تقريبا يعني، وكده يعني خلاص داخلين على الفار، ربنا يسهل ويطبق بإذن الله. الدور الثاني اعتبارات الفار مثلا أستاذ أوسي، زي ما حضرتك شايف كده، ألا تقام أكثر من 4 مباريات في نفس اليوم لإتاحة الفرصة لتطبيق تقنية الفار في جميع المباريات. تمام، يعني يعني الفار مش هيقدر يغطي أكثر 4 ماتشات في اليوم الواحد. يبقى خلاص بقى حتة إن ممكن يقام 6 مباريات، 5 مباريات، 7 مباريات أو 8 مباريات كحد أقصى، مستحيل. خلاص 4 مباريات فقط، عشان القدرات التقنية اللي محتاجها الفار. تمام، مش هتغطي أكثر من 4 مباريات في اليوم الواحد. بالظبط. ألا تقام مباراة في استاد أسوان ومباراة في استاد خالد بشارة في نفس اليوم، اللي هو استاد الجونة ده؟ طبعا يعني، لأن دول أكيد في متخصص عربية واحدة للمنطقة الجنوبية، لمنطقة الصعيد اللي هتحرك ما بين الجونة في البحر الأحمر وما بين أسوان، وبالتالي فيها العربية ما فيش ماتشين يتلعبوا يا إما في أسوان يا إما في الجونة، ما ينفعش الاثنين في يوم واحد. في بقى الاعتبارات الأمنية اللي بتتمثل في إيه؟ ألا تقام 3 مباريات في القاهرة في نفس اليوم، ألا يلعب الأهلي والزمالك في القاهرة في نفس اليوم. تمام، دي برضو من ضمن الاعتبارات الأمنية، يعني عشان فرقتين كبار وكده. ألا تقام مباراتان في الإسكندرية في نفس اليوم أيضا، دي من ضمن الاعتبارات اللي ده على اعتبار ممكن تبقى في عربيه واحده موجوده في اسكندريه فتتحرك فتقدر تغطيها يعني. وفي ايضا اعتبارات خاصه بالملاعب بتتمثل في ان الا تقام اي مباراه لفريق المقاولون العرب او مصر المقاصه على استاد المقاولون في نفس اليوم، لانهما يتشاركان نفس الملعب، وذلك لاستبدال. بالضبط، لان في فرق بتلعب على نفس الملعب، في في ملعب بيلعب عليه اكثر من فريق، زي ملعب المقاولين مثلا عليه ملعب المقاصه والمقاولين، فبالتالي يتم تحديد مواعيد مختلفه مؤكد، ده واخد في الاعتبار. بخلاف طبعا بقى الارتباطات القاريه والاجنده الدوليه، واللي هي ان تمنح الفرق المشاركه عربيا وافريقيا 4 ايام من المباراه للمباراه في حاله اللعب خارج جمهوريه مصر العربيه، و3 ايام من المباراه للمباراه في حاله اللعب داخل جمهوريه مصر العربيه، وده تم الاعلان عنه من قديم. الا تقام مباريات في الفترات المحدده للمنتخبات الوطنيه من 23 مارس الى 31 مارس، ده امر مفروغ منه طبعا. لماذا تم تقديم مباراه الجيش وانبي لتلعب 5 مارس وقبل انطلاق الدور الثاني؟ ده سؤال مهم ده يا استاذ اوسي، ليه بقى؟ بالظبط، هم مجاوبين اهو تحتيه، لان قال لك النادي انبي مباراه مؤجله مع النادي الاهلي من الاسبوع 15 من الدوري الممتاز، حيث اجلت نظرا لتحديد الاتحاد الافريقي مباراه الاهلي والنجم الساحلي قبل 24 ساعه من موعد لقاء الاهلي وانبي، ونظرا لان جميع الفرق ستلعب 3 مباريات في الفتره من 9 الى 22 مارس، ونظرا للقرعه التي أسفرت عن مباراة لنادي إنبي مع بيراميدز في الأسبوع الأول من الدور الثاني، وبالنظر للاعتبارات المذكورة سلفا تم تقديم مباراة الجيش وإنبي 5 مارس بدلا من أن يلعب 11 14 17 20 مارس، حيث تقام مباراتين في القاهرة بتاريخ 21 مارس. يعني التوضيحات كلها مهمة في الحقيقة، وده أمر يعني أمر إيجابي. يعني في سؤال آخر أيضا هم يعني جاوبوا عليه، قال لك لماذا لم يتم الإعلان عن باقي جدول الدوري؟ ليه بقى؟ الجدول المعلن يقوم بتغطية الفترة حتى 1 إبريل 2020، حيث أن موقف الأندية المشاركة إفريقيا من الوصول للنصف النهائي سيتحدد بتاريخ 8 مارس 2020، سيتم إعلان جدول شهر إبريل بموعد أقصى 15 مارس 2020. يعني عشان طبعا الأندية اللي بتشارك في البطولات الإفريقية المختلفة لسه مش عارفين موقفهم من التأهل للأدوار الأخرى المقبلة، فبناء على التأهل ده هيتم تحديد كل هذه الأمور.